أسولف أيتمة نيجك أن اللي سكرنا توري إصيلنا تليفون نسنا 06-41-44-18-38 تبير تردمني تشرق فرح هل حيس بهاللي درمي سيلة تاريخ المغاربة إتمازير دينو سلطة أغي اللي تخصى ديدي ولا توخن نجيه هلا حرام هلا حرام هلا حرام هلا حرام إيروبا يا إتمازير دينو اللي غلولة هيا نور قزي بدي رئيس وخوان كتفوس غفوس الديس كلن هوانا أكلو ديس بدي شكور أنا غلخيري هلا حرام هلا حرام ان شاء الله ودوام الصحه والعافيه للملك ديالنا الحبيب محمد السادس الله ينصره اللي هو رائد التنميه وهو قائد التنميه وشكرا لكم كثيرا. نكد سيدي ابراهيم من السفل ديك كلام تقولي وحده شوف بغيتي تسمعوا بعدا راه هذه اول كلمه لرئيس هنا في العين ياك وبغيتكم واحد التحيه مغربيه للسي ابراهيم الدردار اللي هو رجل مناسب في مكان مناسب والله العظيم حنا تعاملنا معه حتى في كمندوب في المديريه الاقليميه للتعليم بتيزنيت فنعم الرجل طبعا والله العظيم شوف بلاتي بغيتكم نقولوا واحد جوج ثلاثه ياك كما استقبلنا السي عبد الرحمن ايد المقدم بغيتكم واحد جوج ثلاثة واحد الصلاة والسلام واحد التحية مغربية تكون خاصة للسي إبراهيم إدردار اللي مفخرة للمنطقة اللي عندهم التنمية طبعا كما قلت لكم راه أحسنتم الاختيار بغيت الناس شوف راه 25 جماعة في إقليم تيزنيت 23 جماعة في 25 جماعة راه كلها ديال حزب التجمع الوطني للأحرار ورئاسة الحكومة التجمع الوطني للأحرار والجهة التجمع الوطني للأحرار بغيت نقول واحد جوج ثلاثة بغيت السي أخ النوش يسمعنا من الرباط واش احتفلنا بحزب التجمع الوطني والأحرار يلا شوف واحد جوج ثلاثة العيالات الرجال الصغار والسلام وفي الأخر العيالات الصغارين الرجال العياض الصداع يلا واحد جوج ثلاثة صوو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 و
لهوات لهوات. إذا طبعا سأعطي الكلمة للسي إبراهيم إدردار يتفضل معنا. أجي حدانا السي عبد الرحمن إذ مقدم كذلك يتفضل معنا كنائب ثالث للمجلس الجماعي، فأخذ صور تذكارية طبعا في هذا العرس الجميل. إذا شكرا السي عبد الرحيم على السي عبد الرحمن على حسن الاستقبال، شكرا لأهل الملعب على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وتحية لكم. وكما وعدناكم عطينا الانطلاقة ديال الحملة الانتخابية من هذه القلعة، قلعة عين ولا جرار، قلعة الحضارة، قلعة الثقافة، قلعة يعني كل ما كل جميل يجتمع في هذه القلعة. تحية لكم جميعا، ونقول لكم أن أصواتكم أمانة فوق أعناقنا. الأصوات ديالكم أمانة فوق أعناقنا، وسنعمل جادين إن شاء الله من أجل تحقيق التنمية المنشودة في هذا الربوع المبارك. أهل العين، أهل ولاد جرار، أهل جماعة الرقادة يستحقون منا كل التضحيات، فإن شاء الله نتوسل من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وأن نحقق آمالكم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس نصره الله وأيده. سي إبراهيم إدردار غيكلس منيح إيكا تحفة إيكا ثقافة إيكا تراث سيمون نكيش توكت الحوايج إليس وحدة مازيغت ياك ترى ما تسفل دميت مازيغت عتوليش الحيط أشكون غير تبي تدوز السن تعرض تسني لي ميكس مازيغت كلو بدا تسن داش الحيط دار دي سيدي تساول الحسانية راس دي السنساولة يا ولني بيكم.
راني اليوم جايشكم نحتفلوا معاكم ونحتفلوا في هاد الرقية المباركة. ولكن نزول عندي راه فاتيك راه نسولي مك تمازيغت تمازيغتي جدي ولا تمازيغت عادي نسمع صغوان نسمع صغوان تلمير تيكو داري ما تيكا اسمو الزهران السومو خرادي عزام دار مؤتف عبد الرحمن يد المقدم راه ونتيني ايوز النون هن تيوريقي النون لصوات النون ورجليد هن يعني تسن ما تسين كرير غزال أكون يحفظ ربي يحفظ ثروة النون يحفظ مدر ويعزال. إذا تلميرت طبعا سي إبراهيم إدردار تلميرت شكرا أكاديميك. إذا طبعا فشرفتمونا بحضوركم ومفخرا للمنطقة طبعا. إذا إن شاء الله نترككم مع فقرات غنائية ومع فقرة غنائية أخرى من الطرب ومن الشعبي ومن الأمازيغي ومن التشلحيف كذلك ومن الحساني تحت تصفيقاتكم طبعا الدي جي السعيدي.
حمر هدار عزي المسير سيد عوي وحمد الله ونصرة الله
الزيان طلعوا ديها يوم الشمطة لو شبوني يا علانيا يا حودي حلا يا سلطان لو تحركنا يا مسيح السربة يا حودي حيدو حيدو يا الشبحة نفس الحدو حيدو يا مكسا نفس الحدو والسن كل وش كل Let's go.